طلع تاني كعون على الثلاث نقاط. اتفضل يطلع وشوطه ثلاثيه. يا سلام عليك، ايه ده؟ اليد السحريه بين عياد ثلاثيه للفريق السعودي. محاوله ستار وشوطه متوسطه وجوه المصري. خالد تعب، طلع الثلاث نقاط، غير رايه على المتوسطه. وايه ده؟ معقوله؟ جوه المصري. مدني المرواني مسكوز كازلو على ثلاث نقاط تاني واخطر منه. الثواني طلع بره. ويا سلام على سادس ثلاثيه. اللاعب يعني لو شفنا الاعاده تاني مخرجنا كده ضياء ابو النجا يجيب لنا الاعاده بتاعه الفريق السعوديه وهو داخل على الباسكت. دفاع منطقه وطلع تاني تاسع ثلاثيه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 27 نقطة للاعب، مش ممكن. البحريني خارج القوس ثلاثية. قلت لحضراتكم لسه بقول هشام بن عياد واحد من اللعيبة الجيدين في المنتخب المغربي. المتابعة الهجومية واسرع كيك اوت خارج القوس ثلاثية. الخطير مثل دلوقتي صديق وادي هشام بن عياد والثلاثية 37 البحرين. كويس وينجس زي ما عمل هشام عياد اللي بيستلم. 45-40 لصالح المنتخب البحريني. 6 دقايق ونص عن البحريني. وادي التمرير كروس باص، وادي كروس باص عكسي وثلاثية هشام بن عياد. 4 دقايق و9 ثواني خارج القوس هشام. هشام بن عياد عنده 4 أخطاء شخصية نزله المدرب يحيى محمد في الدقايق الأخيرة من فيصل. هل هيبقى فيه فاول جيم؟ هشام بن عياد، عبد الله حمداني والخطافية وبينجح إحراز. سبعة وخمسين، يا لها من مباراة أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناة النايل سبورت ودبي الرياضية في كل مكان. 85-76 وادي كرة خطف الثاني وعايز يطلع بثلاثة ويقف ويشوط بثلاثة فعلا. والله